السلام عليكم ورحمة الله، معكم مشعل عبد الله، قناة فن العلاقات. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة بتكلم فيها بسؤال: هل الشخص النرجسي يحب فعلا أم ممثل؟ هل يشعر أحيانا باتجاه الشريك بمشاعر حب واشتياق مثل الناس الطبيعيين؟ هذا بيكون موضوع الفيديو اليوم، موضوع الحلقة، فيليت تركزوا فيه جيدا لأنه أكيد أنه حاصل معاكم وحاصل في كل بيت هذا الشيء. طبعا أنا حطيتها بنقاط، جزأتها لنقاط إلى 6 نقاط، وكالعادة أهم نقاط هي المهمة في سؤال حلقة اليوم. لنعلم جميعا أنه النرجسيين مختلفين، في عندهم النرجسي الظاهر، النرجسي الظاهر نفسه مختلف، وأيضا النرجسي الضعيف أو الخفي مختلف، وبعض الأشخاص الطبيعيين السويين يكون عندهم طيف نرجسية، فيختلط الحابل بالنابل، فيصير في خلط في الأمور. هل هذا نرجسي أم لا؟ طب ليش يعاملني كذا؟ ليش يسوي كذا؟ أكيد نرجسي. فمثل ما تكلمنا سابقا أنه بعض الحلقات لما تتابعها تقول أوه خلاص أنا زوجي نرجسي أو زوجتي نرجسية، مو ضروري، لأنه بعض الطبيعيين يكون عندهم تصرفات سيئة أحيانا فتختلط مع 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 علامات النرجسية، فلازم تركزوا وتفرقوا. فاللي بقوله أنه مثل النرجسي الظاهر، النرجسي الظاهر يحب ولكنه مصلحته أولا، يعني هو يحب هذا الشريك لكن مصلحته أولا، وزائد أنه ما يوضح للشريك أبدا أنه مشاعره. النرجس الظاهر لا يمكن يوضح ويبين مشاعره نهائيا، لأنه يعتقد بحسب اضطرابه، لأنه مضطرب، أنه ممكن الشريك يستغل هذا الشيء ضده. يعتقد أنه لو الشريك كمثال عرف أنه النرجسي يحبه وفي مشاعر اتجاهه، فممكن يستغل هذه النقطة وضد النرجسي، فهو حريص جدا أنه ما يبين مشاعره أبدا، وحتى لو غلط بكلمة أو كلمتين أو بفعل، أنه فعل محب، فعل شخص واضح أنه فعلا في مشاعر، على طول يخرب هذا الشيء بعمل سيء، على طول يعوض هذا التوضيح أنه يحب بعمل سيء، بعمل مؤذي، عشان يثبت للشريك أنه اللي أنت فهمته غلط. إذا أنت يا الشريك فهمت أني أنا أحبك، لا، فيبدأ بأذيته وبحرمانه العاطفي وبالتقصير معاه، وممكن يوصل مرحلة الصراخ والشتم بس لمجرد أن الشريك قال له إلا أنت تحبني كمثال، أو واضح عليك أنه تحبني، أو مثلا سوى حركة كويسة النرجسي وقال له الشريك شكرا، هذا يدل أنك مرة يعني بما معناه أنه أنت تحبني وتخاف على مشاعري. هو ما يحب كذا، فعلى طول بيعمل حركة تناقض على أساس أنه يشيل هذا الشك أو هذا التوضيح من رأس الشريك. فعكس برضو النرجسي الخفي ممكن يوضح الحب، يحب برضو زي الظاهر، لكن النرجسي ممكن يوضح أنه يحب، وهو معروف أنه ملك الكلام، النرجسي الخفي ملك الحديث، لسانه معسول، بس نادرا يكون في أفعال. النرجسي الخفي غالبا كلام كلام ووعود وعود واهية، لكن أفعال ما عنده، وحتى لو كان عنده أفعال فهي تكون بسيطة. والنرجسي الخفي دائما ثقته بنفسه قليلة جدا جدا، لذلك يعدد علاقات خارجية عشان يختبر قبوله لدى الطرف الآخر أو الجنس الآخر، فيخون عشان يشوف هل أنا مقبول أم لا، لأنه ما عنده ثقة بنفسه، فهو يعتقد أنه زوجته أو زوجها، يعني النرجس الضعيف لما يكون يشوف زوجته تحبه وتعامله كويس يقول هي تجاملني لأنها زوجتي، فيروح يخون عشان يختبر اختبار حقيقي. فنرجع أقول النرجسيين الظاهر والخفي يحبون، هذا يحب لمصلحته أولا، وأيضا يحب ولكن لا يوضح نهائيا لدرجة أنك تشك أنه هو فعلا ما يحب وقلبه حجر. أما النرجسي الخفي أحيانا بعض الضحايا يقولون لا يمكن يحب وهو كاذب ومنافق، هو فعلا
النرجسي الخفي كاذب ومنافق وأكثر واحد يتلاعب، لذلك لا تثق فيه أنه يحبك، لكن هو بالفعل يحب، لكن مثل النرجسي الخفي يحب لمصلحته، يحب يحب الأسرة، العائلة تكون موجودة مستقرة، يحب الروتين الخفي، وأنه الأم تربي أولادها وهو يلعب على كيفه، لكن في النهاية لو تدخل قلبه هو يحب شريكته. فدائما نقول أنه مو الكل، لكن البعض النرجسيين نعم يحبوا. الآن ندخل، معليش طولت مقدمة لأنها مهمة، ندخل على النقاط. عندي 6 نقاط بقولها بشكل سريع. أول نقطة، النرجسي نعم يحب، لكن يحب ذاته، يحب نفسه، بعدين يحب شريكته مع الأولاد مع أهله، لكن نفسه أولا. يعني يحب الشريك وممكن فعلا ما يبغى يستغني عنه نهائيا، لكن لمصلحته ولذاته ولإشباع نرجسيته. نقطة 2، النقطة الثانية هي دائما النرجسي في بداية العلاقة يدفع بالحب ويدفع بالعاطفة ليعلق الشريك به، هذا معروف. لكن برضو مع دفع الحب والشريك يبادر بدفع الحب، يكون في حب بينهم فعلا. يعني النرجسي في بداية العلاقة يكون حاب الشخصية هذه، حاب أنه يندفع لها، حاب أنه يعني يتعمق داخلها، يدخل بعمقها ويتغلغل بها ويكون مسيطر عليها لأنه يحبها ويغار عليها. فبعض النرجسيين من كثر حبه يبدأ يغار عليها، يبدأ يحس، يعني يوصل مرحلة أنه ما يبغى أحد يشوفها غيره، يصل مرحلة أنه ممكن يطلعها من عملها من دوامها عشان فيه رجل واحد بعيد يطلعها. غيرته شديدة ونار من الداخل، يتحكم بها، يسيطر عليها، يؤذيها بسبب الحب. فهذا نعم، أنا عشان كده جاوبت وقلت نعم يا حب، بس حب مؤذي، حب تسلط، حب تحكم، حب اللي لا يمكن أنك تروحي من عندي، لا يمكن يوم الأيام تفكري أنك أنت تبتعدي عني، حب اللي هو الله يعني الله يبعده عنا، هذا الحب إذا كان هذا الحب. فنروح على طول النقطة الثالثة، وهي أن بعض النرجسيين يعشق معذبته، يعشق مثلا إذا كان رجل يعشق المرأة الصعبة التي لم يستطع التمكن منها، لم يستطع السيطرة عليها لأنها صعبة، وكل ما زادت المدة والوقت أنه ما قدر يسيطر عليها ويتحكم بها، كل ما أعجب بها زيادة وكل ما تمسك بها زيادة، لأنه البعض مثل ما قلنا يعشق الصعب، يعشق التحدي، لأنه إذا فاز بهذا التحدي يصبح التحدي له طعم، له قيمة عالية. فهذا أكبر غذاء لنرجسيته، أكبر غذاء ممكن يحصل أو وجبة ممكن يحصل عليها لنرجسيته، أنه فاز بالتحدي مع هذه المرأة الصعبة، لأنه خلاص بيقول أخيرا أنا حصلت عليها وذليتها وسيطرت عليها وخلاص. فهنا قمة المتعة، قمة الاستمتاع، عكس لما تكون عنده امرأة سهلة ضعيفة منكسرة دائما منهارة وتبكي. أوكي يغذي نرجسيته ويعتبر هذا إمداد كوقود لنرجسيته، لكنه ممل جدا، وهذا سبب يجعله بالنسبة له طبعا سبب يجعله يخون، يعدد علاقات أو يتزوج عليها، لأنها خلاص هي سهلة جدا، وأي أحد يعني هو بيفكر أنه أي أحد غيري ممكن يسيطر عليها لأنها سهلة بتفكيره. فبعدها نروح النقطة الخامسة، النرجسي يحب الشخص المختلف المتوافق على مزاجه. وكيف يعني؟ مثلا النرجسي نعلم أنه عنده مزاجه فيه أفكار غريبة، في أشياء مو طبيعية تحصل له، دائما يفكر خياله واسع النرجسي، يفكر مثلا إذا كان رجل يفكر بامرأة ساحرة، طريقة الميك اب ساحر، طريقة الشعر غريبة، طريقة ملابسها غريبة، ممكن توافقها إذا كان هو سادي توافق على ساديته، مازوخي توافق على مازوخيته، هنا هذه ممكن يتمسك بها لأنها
تمده بوقود النرجسي المختلف تماما. خلاص هنا يتمسك لأنه ما في روتين، في على مزاجه وعلى خياله الواسع. دائما نعلم النرجسي خياله في أشياء فضيحة، خيال النرجسي في أشياء يعني توصل مثلا لزينة محارم، خيال النرجسي يوصل للواط، خيال النرجسي يوصل أنه يجيب زوجته مع أحد ثاني، للأسف واستغفر الله مع أحد ثاني. فبرضو لما يحصل هذه النوعية من الضحايا للأسف راح يتمسك فيها ويحبها فعلا، فعلا يحبها. النقطة الأخيرة مرتبطة مع الخامسة، اللي هي النقطة السادسة مرتبطة مع الخامسة، اللي هي حب من يوافقه على شذوذه. يعني شاف أن الضحية ما عندها مانع أنه هو شاذ جنسيا وتقول له خذ راحتك وامشي على الخطين، يعني باي سكشوال، وهذه بيخليها تاج على راسه، ممكن فعلا يتنازل عن نرجسيته بشكل بسيط لأجل أن لا يخسرها، لأجل أن يتمسك بها وتتمسك به. فهذه النقاط المذكورة التي أنا يعني بحثت عنها وعصرتها وحصلت أن النرجسي فعلا يحب، لكن يحب في هذه الحالات والنقاط اللي ذكرتها. أتمنى أنكم استفدتم من هذه الحلقة جيدا وبالنقاط المذكورة. في النهاية لا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل لايك إذا عجبكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.